اختار الموضوع، ابتدى الموضوع عنده من 1/2023. هو واحد من اقوى الناس اللي موجودين في رياضه الترياثلون والسباحه للمسافات الطويله. فخليني اقول ان هو طبيعي ان البني ادم كل مادة ما بيختار حاجه اقوى واكتر من اللي هو بيعملها دايما، يعني بيحاول ان هو يبص لقدام انا عايز اعمل ايه. هو عنده خطه ان هو يوصل لمسافات اكبر من دي كمان، بس لكن الاختيار انا ما بحبش ان انا، يعني انا مش بزق السباحين او الرياضيين على حاجه، انا بمشي على رغبه السباح او الرياضي اللي قدامي، بمعنى انه ايه الحاجه اللي هتفيده وفي نفس الوقت هتغير في حياته للاحسن من غير فورس، من غير اي ضغط، من غير اي حاجه. فهو من الاول هو اختار ان هو عايز يعمل المسافه دي. احنا عملنا القصه كامله بس على المسافه، ودي مش هتبقى اول مره نعمل قصه، هيبقى في قصص كتير. فاللي انا اقدر اقوله ان هو بالنسبه لي حد بيعرف يتحدى نفسه، وحد بيعرف ان هو يعني يسمع للي ممكن يحسنه. الفكره كلها ان الحدث اصلا ليه علاقه بايه، بيوصل رساله ليها علاقه بحمايه البيئه، وسبيشالي ان احنا اصلا سباحين مياه مفتوحه. يعني ايه سباحين مياه مفتوحه؟ احنا متعرضين للبيئه دايركت. ازاي؟ انا كل معظم سباقاتي بتاعت السباحين بتوعي كل معظمها في بحر. طب احنا لينا دور ومتأثرين بالبحر كرياضيين، ده غير كبني ادمين، يعني كبني ادمين متأثرين، بس كرياضيين احنا لينا دور كبير نوصل رساله، ولينا دور كبير ان احنا نحاول نغير. فالبوابه دي لو بصيت عليها هتلاقي ان هي معموله من الازايز زي ما انت شايف، هي تقريبا 60 كيلو ازايز، مش من حته معينه، من هنا ومن كذا حته. الفكره كلها ان احنا بنحاول نوصل رساله، بدل ما نستخدم البلاستيك بطريقه مش صح، بالراحه بص المنظر الجمالي، يعني قلبناه لشكل جمالي وحاجه هادفه وشكلها احلى من الحاجات اللي معموله بخامات تانية. بس احساس يعني جميل بصراحه، انك عايم، يعني عايم من اول عايم دهب كلها يعتبر، يعني انت عايم من اول البلو هول لحد الثري بولز، يعني شايف الكورلز كلها، شايف كل سبوت، كل شايف السمك، عايم في مكان من احسن الاماكن في العالم، فيعني احساس جميل قوي بصراحه. يعني اولا بشكرهم على دعمهم يعني لينا، وان احنا قدرنا نعمل حاجه زي كده في مصر، والتكريم دوت بيخليك انك تتحفز وتعمل اكتر من كده، يعني بتخلي انك عندك طموح انك تقدر تعمل اكتر من كده. الحكايه ابتدت من 5 سنين، هي جت بالصدفه ان انا شفت ان في ريس في مصر هيتعمل لاول مره، فتعرفت على سويم ماستر وكابتن لبنى، ودخلنا ان احنا بنجهز للريس دوت. بس الموضوع عجبني جدا ولقيت نفسي فيه، لقيت عارف انت لقيت يور باشن فيه، فابتدينا ان احنا نطور 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 من نفسنا لحد ما وصلنا اللي احنا فيه ده النهارده.